السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواني وأصدقائي، أسعد الله أوقاتكم حبايب قلبي متابعيني ومشاهديني الكرام. بناء على طلباتكم اللي عم توصلني على القناة، شو هي التدابير اللي بدنا نقوم فيها هلأ بفصل الشتاء مشان نحمي طيورنا من الرشح والزكام؟ يا ريت اللي عم يشوف الفيديو يتابع معي ويعمل لي اشتراك بالقناة ولايك من إيده الحلوة، وخلينا نبدأ سوا. تمام أصدقائي، بالنسبة لموضوع الدرة، ببغاء الدرة والببغاءات الباقية وكل أنواع العصافير تقريبا نحن حاطينهم نحن بالبيت، تمام أوكي، بمكان الطير هو متعود على درجة حرارة معينة، تمام. ونحن هلأ بفصل الشتاء أوقات كتيرة مثلا بيجوا أهلينا أو نحن بدنا نفتح الشبابيك مشان نهوي البيت شوي، تمام. بهذا الوضع أنا بقولكم ممنوع أنه يجي عليه التيار بارد مباشرة من الشباك أو من الباب مباشرة على الطائر، لأنه فورا راح يسبب له رشح وزكام، تمام. وخلينا نقول هلأ مثلا طيرنا الدرة أو الببغاءات التانية، تمام، بكل أنواعها انصابت بالرشح والزكام وما صار لها كتير، والله أنا لاحظت عليه مثلا مبارح انصاب بالزكام أو بالرشح، تمام. فأنا لازم فورا بلش أعمل له الخلطة اللي إن شاء الله تعالى رح نحكي فيها هلأ، اللي هي الليمون والثوم كخلطة، هي مو علاجية، هي وقائية من هي الأمراض، ولكن إذا كان فيك قريب أو رشح أو زكام إلى آخره، تمام. فلحب ذكركم، أنا بحب ذكركم إنه الثوم والليمون هن بيصبطوا المرض، يعني بيوقفوا المرض ما بيخلوه يزداد، أوكي؟ لأنه إذا ازداد أكثر من هيك الثوم والليمون ما رح يفيدوني بهذا الوقت بشي، بدنا نضطر نحن نعالجه ونداوي بالأدوية بغير أدوية طبعا، أوكي، خاصة بهذا الشيء. بالنسبة للثوم والليمون كيف بدنا نحضرهم سوا مع بعض؟ هلا بعد ما قطعت أنا هون 4 فصوص ثوم رح حطهم بنص لتر مي، تمام، خليكم معي. 4 أسنان ثوم بنص لتر مي وأنا قطعتهم، تمام، مشان إن شاء الله تعالى ناخذ الفائدة اللي بتطلع من الزيوت الموجودة بالثوم اللي بتعمل مناعة قوية عند الببغاء من الدرة وكل أنواع الطيور، فينا نستعملها لكل أنواع الطيور، تمام. هلا بعد ما حطيت بنص لتر مي 4 أسنان ثوم هذول رح نتركهم ساعتين، تمام. بعد ما تركناهم ساعتين، خلينا نقول هلا صار لهم ساعتين، حلو هالكلام. هلا بجيب شرابية الطير اللي بحط له إياها ومنعبي الشرابية نصها فقط مو أكثر، نصها، ومنضيف فوق الشرابية اللي هي هي حجمها لطير واحد الليمون 5 نقاط كافي بيكفو، تمام. بعد ما زدنا الليمون هلأ منحط المي فوق الخليط اللي عملناه اللي هو منقوع الثوم مع الليمون. رح تسألوني ليش أنا ما حطيت من الأول مثلا الثوم والليمون بالمي مع بعض، لأنه الثوم لأنه الليمون رح ينزع ويأكسد المواد الموجودة والزيوت الموجودة بالثوم إذا تركناها فترات طويلة، تمام. نحن هلأ خلطنا الليمون فوق الثوم، هلأ رح نحط مي نكفيها مي هيك بهذا الشكل، يعني بنسبة 50% الخليط اللي عملناه و 50% مي طبيعية، ونقدم له إياها هيك للطير طبعا بعد ما نكون نحن عطشناه لمدة من الساعة ونص للساعتين بالكتير، لأنه هو الطير بعد ساعة رح يعطش وبده يشرب، إن كان بجسم صحيح وإن كان مريض بعد ساعة بده يشرب أكيد. فمنقدم له يا هي منه بتكون وقائية من الرشح والزكام والقريب. هلأ نحن منقول قريب، ناس بتقول رشح وناس بتقول زكام، تمام، ما هنن كلياتهم واحد، بس أنا مشان اللهجات مشان تفهموا علي حبايب قلبي، تمام. ومنقدم له ياها كيفية تقديمها هي بالشهر 3 مرات، يعني كحد أقصى كل 10 أيام مرة واحدة فقط لا غير، للطير المصاب والطير الغير مصاب. ومعلومة صغيرة بحب نوه فيها أنا وإحكي، تمام، قبل نهاية الفيديو، إنه الثوم ما بيصير ينعطى بكميات كبيرة وبالأسبوع 2 أو 3 مرات أو بال10 أيام 2 أو 3، هدول 10 أيام 2 أو 3 نعطيه، لأنه الثوم إذا كتر على الطائر بيعمل له تسمم وبيسد له شهيته عن الأكل، وحالات بتتفاقم لقدام بتصير أمراض عنده مزمنة، ولا سمح الله بنخسر طيورنا نحن هيك بهذا الشكل.
وإن شاء الله تعالى لحد هون وصلنا لنهاية الفيديو. بإذن الله بشوفكم بحلقات تانية، وخليكم معي وعملوا لي لايك واشتراك بالفيديو. بشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.